أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في موقع جديد. تمام، طبعا من خلال البحث ومن خلال التقصي بالإشارات اللي موجودة بنقدر إن نلاحظ وجود إشارات بتكون مخفية أو إشارات مع مرور الزمن انتهت يعني. تمام، لكن مع شوية تنظيف مع شوية شغل صحيح بتبين الإشارات وبتبين السلسلة اللي جينا حكينا قبل هالمرة عنها. وهسا رح نضرب عصفورين بحجر، نحكي عن إشارة بعديها رح نحكي عن السلسلة نفس العملية. تمام، خليكم معنا. طيب أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. اليوم رح نحكي عن وجود بوابات مموهة لكن صحيحة. جتنا هوليكوبتر، علينا هاي الهوليكوبتر شكلها جاية عشان لقينا بوابة، صح؟ هذا لو دخلنا جوا كان شو صار. تمام، اليوم نحكي عن وجود بوابات لكن مموهة، يعني صعب انك انت كشخص عادي انك تعرف انه هاي بوابة، لكن اذا انت كنت عندك النباهة وعندك كنت خبير تلاقي البوابة بكل سهولة وبكل أريحية، بتعرف حتى إشاراتها اللي موجودة عندها، حتى وجود شغلات ثانية ممكن إنها تبين معك. تمام، الخطأ الوحيد اللي اليوم خطأناه ما جبناش عدة معنا، كان مفروض يكون معنا عدة ماشي عشان نشتغل هاي الشغلة، راح أورجيكم إياها وراح تشوفوها، لازم كان يكون عند معنا عدة عشان نشتغل بالشكل الصحيح. طيب بدنا نشوف مع بعض البوابة ونشوف الشغل تبعها. تمام، عندي حجر عادي طبيعي زي اي حجر موجود في الارض الموجودة هون. تمام، اليوم بتمر من جنبها مرور الكرام، طبعا هاي كانت مغطى، هون كان مغطى ما فيها، كانت تراب عليها ومغطى ومش مبينة، فبتمر من جنبها مرور الكرام، ممكن تقعد جنبها هون وتهش وتنش. تمام، وتسوي امورك يعني ورحلة وقيم وحط وشغلات حلوة يعني، لكن في شوية نباهة وشوية تفكير ممكن انك تلاقي اشارة. طيب البوابة، عشان قبل ما اخش على الاشارة قبل ما احكي عن الاشارة، البوابة كالآتي: باب بنحكي، مش بنحكي قاعدين على اي اشي، نحكي على باب. هذا هو، شايفينه كيف؟ هذا بنحكي على باب. ليش بنحكي على باب؟ تمام، الآن الصخرة هاي، الحجر هذا اللي احنا شايفينه هو حجر متحرك، هذا حجر متحرك ملاصق لحجر ثابت، هاي ثابت هنا متحرك، ملاصقات لبعض، وجود قص عدة. تمام، وجود قص عدة. حمود اعطيني الكفات، وين حمود؟ اعطيني الكفات وانزلي على الشجرة، هاي حمود فوق الشجرة، هاي طير تعال لبسني، تعال راح ليش منخلف عشان تلبسون الكفات، لبسني اياها هيك. تمام، وجود قص عدة. خلينا نشوف مع بعض، غلطنا اللي ما جبنا العدة، بس غلطنا غلطة كبيرة. اعطيني سيخ من السياخ المجداد عشان تحمده. طيب هورجيكو انها الصخرة متحركة مش ماسكة في الصخرة اللي وراها. تمام، اذا عندي قص عدة، امسك سيخ، عندي قص عدة وعندي حجر متحرك ملاصق لقص العدة، الثنتين مع بعض ماشي. الان لو بدنا نشتغلها هاي، عندي حجر متحرك بشيله وبنزل ماشي، هون لاحظوا راح انا زيكم فكر، ها بنلاحظ مع سوا يعني قاعدين لاحظوا هون وجود الفاصل ما بين الصخرة هاي والصخرة هاي، شايفينه؟ هذا قص عدة، اللي هون قص عدة، هون ما في قص عدة. تمام، هاي وجود الفاصل بين هذا الحجر وهذا الحجر. لا لو واحد بشيش صح، يعني شغل تشيش، خليها تخربش اياها، شغل تشيش صح بيعرف لك حتى ورا الحجر فيه طمم او ما فيه طمم. تمام، خلينا نشوف مع بعض. عشان تعرفوا كيف نطلع احنا
البوابة، وكيف البوابة أصلا بتكون بشكل سهل، إشي سهل جدا، إشي مش صعب إنك أنت تلاقي بوابة مغارة مسكرة بكر لسه مش ملعوب فيها. تمام، هي لو بدي أكملها راح أخذ هون ماشي، وراح أخذ من هون من هون، راح تكمل معي، راح تصير هاي الصخرة لحال وهاي الصخرة لحال، لكن أنا ما راح أكملها لأنه ما بدي تبين، لأن بدي إياها، فما بدي إياها تبين. امسك عمودي هذا ظبطه بس. تمام، الآن شو عمل هذا الروماني؟ شو عمل بالضبط؟ الآن قص العدة موجود هون، والحجر هذا متحرك، حط طينة الحكمة، شايفينها؟ هاي شيد، بدي عدة، والله لازم العدة، أنا غلطت لما جبتها يا أخوان. تمام، حط شيد هسه هون لهون مسكر، يعني زي اللي حط عليه قفل، خلينا نحكي يعني زي اللي سكره بقفل، لكن قص العدة واضح، والبوابة واضحة، والحجر متحرك واضح. طب الحجر متحرك ايش الإشارة اللي عليه وايش الموضوع اللي عليه بالضبط؟ تمام، خلينا نشوف مع بعض. اعطيني السيخ حمودي، نشوف مع بعض ونتعلم. تمام، اعطيني هذا الصغير عشان ما تعجش. خلينا نشوف مع بعض ونتعلم. طيب لاحظوا الإشارات كيف بتنشغل الآن، هاي لأنه أجت مطر ومطر وطينت. تمام، عندي حي، واللي بده يقول مش حي هو حر ماشي، هذا اللي بده يبعث لي بالتعليقات يقول لي مش حي هو حر. عندي حي وعندي حي ثاني. تمام، الان توجيه اول هذا هو، توجيه ثاني هيو، اذا اثنين موجهات لنفس الاتجاه ماشي. نيجي هون على الحي هاي، توجيه هيو هون، شايفينه هي واضح التوجيه هيو هون ماشي، هذا هو التوجيه، التوجيه هذا هيو، التوجيه الثاني هيو. اذا بنحكي قاعدين على، او حتى في كمان توجيه هون هيو، دقيقه نظفه. تمام، اذا عندي 1 2 3 4 اربع قبور. طيب شو شمل معاها؟ شمل معاها توجيه اول هيو، هيو شايفينه هيو، الزوغ صغير هذا، حبه العدس، حبة الحمص، حبة الفاصوليا، حبة اللي بدكم اياها. تمام، شمل عندي توجيه اول وشمل عندي توجيه ثاني، شايفينه هيو هون هيو، هذا واحد هذا اثنين، هذا شمل على القبرين هذول وهذا شمل على القبرين هذول مع التوجيه لنفس المكان ماشي. هاي واحد هيو، وهي الثاني، هذا شامل مع الإشارة، وهذا طبعا يعني راح يكون لازم يكون شامل مع الإشارة. تمام، إذا هي شايفين كيف نازل من عند هاي، نازل لتحت مع الإشارة هاي، وهذا نازل هون مع الإشارة هاي. إذا وضح لي إنه موجود عندي هون في المنطقة نحكي على أربع قبور. طيب شو كمان اشتغل؟ لاحظوا، راح نحكي بالطريقة الصحيحة ونشتغل بالطريقة الصحيحة اليوم مليون بالمية. طيب شفنا حبة الحمص، راح نشوف حبة حمص ثانية. تمام، راح نشوف حبة حمص ثانية هي كويس. طيب المعلومات اليوم راح أخذها كلها عكسية، يعني كلياتها راح تكون عكسية، ما راح أشتغل إشي من أول للآخر، راح أشتغل من الآخر للأول. طيب خلصنا من الحية، طبعا اعطاني على الحية إشارة لجف بسيطة، هيها قص عدة، طبعا إشارة اللجف قص عدة هي. تمام، اعطاني جنب إشارة اللجف إشارة لجف ثانية مع تثبيت جرن ماشي، بعديها طلعني مع السيال ماشي، ثبت عندي هون، كمل السيال هيو، كمل السيال لفوق. تمام، اذا اعطاني من عند اشاره اللجف اعطاني جرن تثبيت، بعدين اعطاني سيال طالع لفوق باتجاه ايش؟ الجرن هذا الصغير اللي هو حبه العدس، حبه الحمص اللي بدكم تسموها سموها ماشي. الان هاي
فيها تقريبا 7 سم. طيب وبعديها شو سوى؟ بعديها شو عمل؟ ننظف الجرن هذا. بعد حبة الهاي أعطاني الجرن هذا، ما بعرفش إذا واضح معاكم في الكاميرا ولا لا، أعطاني الجرن هذا. بعديها طلعني على الجرن هذا، بعديها طلعني على الإشارة الرئيسية اللي أنا أخذناها بشكل عكسي اليوم. أخذناها بشكل عكسي، هاي الإشارة الرئيسية. طيب الإشارة الرئيسية شو فيها؟ عندي 1 2 3 4 قبور، 1 2 3 4 أربع قبور. وجهني توجيه، حط لي هاي هيك بالاتجاه هذا. إذا 1 2 3 4 قبور من الحية الأولى، 1 2 وهون 1 2، إذا 4 قبور. ثبت معي بالجرن هذا، ثبت معي بالجرن هذا تمام. وداني على إشارة لجف، بعدها وداني على جرن تثبيت، بعدها طلعني بالسيال على تثبيت موجود هون، بعديها طلعني من التثبيت على جرن أول، جرن ثاني، وهنا جرن ثالث، بعديها على الإشارة اللي موجودة. الإشارة هاي تعني وجود مغارة داخلها 4 قبور. فهمتوا كيف احنا أخذناها من الأول؟ أخذناها مجرد ما مشينا من جنب الصخرة نعرف إنه الصخرة هاي متحركة وإنه شغلها كالآتي. طيب شو رأيكم نفحصها؟ نعطيها فحص، نفحصها وبنشوف شو فيها، إذا كان فيها معدن والفراغ تبعها، وبنشوف شو الوضع تبعها، وبنشوف كل الأمور تمام. وصدفت معنا شغلة هون راح أورجيكم إياها هسه، بس نخلص فحص راح أورجيكم إيش صار معنا هون بالضبط. هاي اللي ندمان أنا عشان ما جبت العدة، بس هاي اللي ندمان، هاي اللي أنا زعلان عليها صراحة، كان لازم يكون معي عدة تمام. هسه راح نفحصها ونشوفها مع بعض، خليكم معنا متابعين. نبلش اخوان، بنبلش فحصها هاي تمام، ونشوف ايش الوضع. دقيقه خليكم معي، خليك اشوف تمام. اللايكات، اللي مش مشترك في القناه اشترك في القناه، فعل الجرس، شو اعطونا لايكات. ها يلا نكمل. طبعا الاشاره هاي هي موجوده هون ماشي، والقص تبعها وكل الامور موجود هون، وخلصنا من الموضوع هذا. الان بحطها في ظهري، باخذ الفراغ اول، بما انه في عندي اشاره وانا عارف انه الاشاره هاي دلاله على وجود مغاره فيها 4 قبور، مريح راسي يعني، عارف وين مكان الفحص، عارف وين بدي افحص تمام. الان راح اخذ بس فراغ، حط الاشاره في ظهري، وباخذ زاويه قائمه، سيخ الفراغ لحاله، وبروح بالاتجاه صعودا تمام. الان اكست معي في المنطقه هاي، خلاص اعطتني الاكس هون. طيب اخذت اول قياس هيك، اخذت اول قياس. الان القياس الثاني للفراغ بحطها على يمين الاشاره، هاي الاشاره على يميني، وبروح بالاتجاه ماشي. سهله يا اخوان انك تلاقي الفراغ وتعرف كيف تفحص الفراغ، سهله. الان سكرت معي هون ماشي. الان بحط هاي الاشاره وراي، وبروح بالاتجاه هذا. الاشاره بتصير اشاره على شمالها، بروح بالاتجاه. الآن سكرت معي أمورها تمام. إذا أخذنا القياس تبعها بحدود 6 × 6 تقريبا، إحنا بنحكي عن مدفن في 4 قبور. طيب الآن المعدن كيف نفحصها؟ معدن بخلي كل الفراغ هذا اللي أنا فحصته بخليه على يميني. كيف؟ بروح بالاتجاه هذا هيك، أنا طالع من الفراغ يا أخوان، هيك أنا طالع من الفراغ مش داخل الفراغ، مهم جدا أنك تطلع من الفراغ ماشي. بحطه على يميني كله، وروح باتجاه معاكس تمام. الآن بمشي، أعطاني أول توجيه تمام. ممكن تتغير معاك يعني، ممكن أول فحص يعطيك توجيه، ممكن الفحص الثاني يعطيك توجيه ثاني. أعطاني أول توجيه، لساتني أنا برا الفراغ تمام. الآن أعطتني توجيه ثاني، يمين بيمين يعني في معدن، ومعدن يكون قوي ماشي. بكمل بسم الله. الآن يسار، بروح بالاتجاه اليسار، بكمل معها خلاص حمودة. الآن يمين،
الان يمين برجع، شوف كيف اربع قاعد، مش بدي اقعد اربع اي كلام، هاي كمان يمين برجع من هون، هاي كمان يمين. اذا في عندي معدن حقيقي في المنطقه هاي، بربع طبعا. انا ليش سريعه؟ لانه انا جنب الهدف مش بعيد عن الهدف، فبتكون سريعه معي، تمام. فها عندي هون مكان اللي فيه معدن، صدف لانه انا فحصتها ماشي، صدف معي شغله، اعطيني الجهاز، صدف معي شغله يا اخوان، وهاي اللي انا ندمت عليها اني ما جبتش العده ماشي. عندنا اشاره، عندنا اشاره، عندنا فراغ، عندنا اشاره، عندنا فراغ، عندنا معدن، ثلاثه شروط، ثلاثه مطابقه لهاي المغاره، وضعها حلو ما في عليها كلام. الان لما وصلنا ربعنا هون ماشي، صدف معانا موجود، هات الكفه حموده، صدف معانا موجود هاي، تمام. عشان اللي بضلوا يشكك في موضوع الرنات وما الرنات والامور هاي، هاي اللي ندمت عليها، قرب شوي هاي اللي ندمت عليها اللي ما جبتش عده يا اخوان. يعني لو نجبت عده كان ما ندمتش هالندم اللي احنا بنحكي عنه. هاي هي عليها جرن تثبيت، هيو هيو، هذا الجرن، جرن تثبيت، والطبزه هاي اللي طالعه برا، تمام. الان في قشره فوق وفي الطبزه هاي، انا لما جيت فحصتها بالجهاز، تمام، عشان ما تقولوا في معدن وما معدن ومش عارف ايش، ها هي، تمام. لما جيت فحصتها بالجهاز الان تعطيني وجود معدن داخلها، تمام، ها وجود معدن جوا هاي، لكن لما اجي افحص من هون ما بتعطيني، بس احطها في الجرن هون بعطيني ماشي. نظفنا الجرن، قرب على الجرن شوي، نظفنا الجرن تنظيف كامل. هسه ليش صار هذا الموضوع انا مش عارف، هو هاي فيها معدن ماشي ولا هو الجرن نفسه معدن؟ مش فاهم شو القصه صراحه. هاي الجهاز، ها مجرد ما احطه هون خلص صار يزمر، هاي تجيبه فوق ما فيش، تمام، تحطه هون ما فيش، ها دقيقة، هاي قاعد بعطي هالمرة، هاي أنا أصفره هذا، تمام. الآن أعطاني معدن هون، هاي وهون أعطاني معدن، لا معناته داخلها هاي، داخل هاي، تمام. هذا اللي بنحكي عنه يا أخوان. الآن إحنا قاعدين بنشتغل على هالي، الآن التربيعة جنبها هون في المنطقة هاي ماشي. طيب هل ممكن إنه أنا تربيعة السياخ تعطيني على هذا ولا تعطيني على هذا ماشي؟ هاي اللي انا مخربطتني. اذا ما بكسر هذا لازم اكسر هذا عشان اعرف انه التربيعه اللي اعطتني مش على هذا. احنا دائما بنحكي انه الران يا اخوان، الران ما بعطيك، خلينا نحكي الهالات والترددات، لانه هو فوق الارض، يعني هاي الارض تحت وهو فوق الارض، فما بعطيك الترددات بالشكل الصحيح، تمام. الله يشرح له هاي ليش يا حكي. هاي شارة حية، حية والله ما مبينة، مش مزبوط مبينة، مبينة من عندي حية، من عندي مبينة حية، بس هون القصة، هون فيها اسمع صوته، تمام. هسه الندم انه ما جبناش عده نكسرها، بس يا حمود يا بات، تمام. امسك هذا يعني صالح، عرفتوا ليش انا ندمان يا اخوان؟ على هاي جرنه موجود، ران صغير، يعني ممكن يكون في حبتين ثلاث او سواره او الى اخره ماشي. المشكله احنا مشينا مسافه طويله قبل ما وصلنا، فرجعتنا عشان نجيب العده بعيد كثير، راح خليها لبعدين. هسه تقولوا لي بعدين احفرها وما تحفرهاش ومش عارف ايش، هاي بيني وبين حالي، سيبوكم من هالقصص، تمام. فالاختلاف اللي صار يا اخوان انه النقطه اللي اعطتني اياها معدن هون، طب ممكن يكون الران هو اللي بعطي النقطه، تمام. لا الران ما له علاقه، الران فوق الارض، احنا النقطه قاعدين ناخذها من تحت الارض. طيب ربعنا من هون، وربعنا من هون، وربعنا من المنطقة هاي، يعني أخذنا التربيعة كاملة. إذا نرجع بنقول الإشارة صحيحة 100%،
تمام، تثبيت القبور، يعني عندي اربع قبور بالشكل اللي راح نشوفه هون بالشكل هذا، يعني عندي قبرين في الاتجاه هذا، وعندي قبر هون، وعندي قبر في النص هون. اذا القبر اللي فيه المعدن هذا هو، تمام، هاي مع الفحص، القبر اللي فيه معدن هذا هو، القبرين هذول ما فيهم، القبر هذا اللي لحاله ما فيه، القبر هذا هو المهم، تمام، اللي هو اللي في النص، اللي هو جاي في المنطقة الوسطانية، تمام. الإشارة، تتابع الإشارة بالطريقة الصحيحة بالشغل الصحيح، بكيف عرفنا انه هاي بوابة؟ القص اللي موجود سهل جدا، بتحط النخل هون، بس بتحط النخل هون، يعني بتنظف هاي وتحط فيها النخل وبتظلك تزحزح فيها، بتطلع هاي الصخرة، لان بعديها بطلع في طمم، بطلع في حجار، بطلع في كذا، تنظيف 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 تنظيف، تلاقي حالك دغري انزلت، دغري صرت في الفراغ. يعني هاي شغلها مفروض ما يأخذش 4 ساعات، اذا واحد شاطر فيها وعارف كيف يحفرها بتأخذش 4 ساعات، تمام. احنا بنخفيها عشان ما حدش يلعب فيها، يلا خلينا نخفيها هيك عشان ما حدش يلعب فيها. حمودي بيخفيها، حمودي شاطر بالاخفاء، الرجل الخفي اصلا مسمينه احنا بعالم البحش. الرجل الخفي، نعم، ضب لي هاي، فاحنا بنسكرها عشان ما تبين، لانه اللي راح يمر بعديها ما راح يشوفها، خلاص انتهت هاي الاشاره. تمام، هيك انتهت الإشارة، هيك احنا مرينا عليها، طبعا هيك كانت مش مبين فيها اشي، خلاص انتهت الإشارة هيك مش مبينة، يعني لو واحد يجي بعدين يشتغل عليها ما راح يعرف يشتغل عليها. هاي اخفنا حطونا هيك، خلاص ما راح تبين هيك، تمام. اذا اخذنا الإشارة، البوابة والإشارة، فراغ، معدن، ران، شو اكثر من هيك ما في، تمام. شفتوا كيف الشغل بكون شوي 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 مشغول صح، عشان تعرفوا كيف الطريقة وتعرفوا كيف الشغل، هذا هو، تمام. ان شاء الله انكم استمتعتوا في هاي الحلقة، وان شاء الله انه راح نرجع على الران هذا نكسره ونشوف شو في جواته، وان شاء الله انكم استمتعتوا في الحلقة، وان شاء الله كانت الحلقة فايدة وتعلمتوا منها مزبوط. الحلقات راح تصير تنزل مترجمة يا اخوان، اغلب الحلقات راح تصير مترجمة وراح ننزل عليها ترجمة عشان اللي برا موجودين يعرفوا احنا شو قاعدين بنحكي والى اخره. شكرا للجميع للمتابعة، ان شاء الله في حلقة جديدة في يوم جديد، في اشارة جديدة، في قصة جديدة، ونشكركم على المتابعة. اجتنا الهليكوبتر هيا فوق. يلا السلام عليكم، نشوفكم يا اخوان. سلام سلام.